I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. زمان كان كل بيت في العالم عنده الأدوات بتاعته. كانت عنده الشوكة بتاعته، السكينة بتاعته، الكراسي بتاعته. كل بيت كان بيعمل الحاجات بتاعته لنفسه وبنفسه عشان يسد احتياجاته هو. النظام ده كان مدي إحساس لكل بيت في العالم بالتميز وبالتفرد، لغاية ما حاجة حصلت زي ما شفنا في الفيديو. كان بيقولك إنك كلنا بقينا نسخ من بعض، كلنا بنشتغل نفس الشغل، بنعيش نفس العيشة، ويمكن حتى بنموت نفس الموتة. اللي حصل كان الثورة الصناعية. في القرن ال 18 البشر اكتشفوا الفحم كمصدر جديد لاستخدام الطاقة، وده ساعد المصانع وقتها ان هي تنتج بكميات اكبر بكتير من اللي كانت بتنتج عليه قبل كده. ومن ساعتها والانسان بقى بيحصر قيمته في مثل الحاجات اللي يمتلكها. بقى كل واحد بيساوي الشغلانة اللي بيشتغلها، العربية اللي بيركبها. ولان الانسان طماع بقى دايما بيدور على الاكتر، وبقى دايما في هوس للتملك. الهوس ده خلص في 2008. في 2008 البشر فاقوا وفهموا ان قيمتهم كبني ادمين اكبر بكتير من قيمه الحاجات اللي بيمتلكوها. اللي حصل في 2008 كانت الازمه الاقتصاديه العالميه. لو حد متابع، في افلام وكتب كتير اتكلمت على الازمه الاقتصاديه العالميه وتاثيراتها النفسيه والاقتصاديه على البشر والمجتمعات، زي فيلم ذا بيج شورت. حد هنا شاف فيلم ذا بيج شورت؟ حد شافه؟ يا جدعان ارفعوا ايديكم، يا جدعان شفتوه؟ انا عارف ده شايف، انت شفته، انا عارف. انا محمد خالد، عندي 23 سنه وشغال في كووركينج سبيس في اسماعيليه اسمها مكعب. شغلي في مكعب واحتكاكي بالمجتمع من خلاله ساعدني كتير اني اكلمكم عن المفهوم اللي جاي اشارككم بيه النهارده، وهو الشيرنج ايكونومي. في 2008 حصلت الازمه الاقتصاديه العالميه، ودي كانت ازمه هي الاعنف من ساعه الحرب العالميه الثانيه. الناس وهي بتفسر ايه اللي حصل اكتشفوا ان من ساعه الثوره الصناعيه لغايه دلوقتي اهتمامهم بالمنتجات وبالخدمات بقى كبير جدا، بقى حتى اهم من اهتمامهم بالبشر اخواتهم. في 2008 البشر فهموا ان مواردهم بتخلص وان هم خلصوها، وان هم بقى لازم يشاركوا الباقي منها مع بعض عشان نعرف نعيش بشكل كويس. وقتها ظهر مفهوم الشيرنج ايكونومي. الشيرنج ايكونومي علم جديد فمالوش تعريفات كتير قوي، لما هتدور هتلاقيها، بس لما هتدور هتلاقي اكتر من تعريف. اول واحد منهم بيقول لك ان الشيرنج ايكونومي هو نموذج اقتصادي فيه الافراد بيشاركوا مع بعض ممتلكاتهم، وده بيحصل لما بتكون الممتلكات دي يا اما غاليه يا اما ان مالكيها مش بيستخدموها طول الوقت. بس التعريف التاني اللي انا شايف انه بيعبر اكتر عن الشيرنج ايكونومي بيقول ان الشيرنج ايكونومي هو نموذج اقتصادي اجتماعي فيه الافراد بيشاركوا مع بعض ممتلكاتهم، مواردهم مش ممتلكاتهم، ودي كلمة عامة لو انتم متابعين يعني. مواردهم ايا كانت، وده بيبدأ من الصناعة، التجارة، الانتاج، التوزيع، لغاية استهلاك الخدمات والمنتجات لكل البشر والمؤسسات. بعيدا عن الكلام الاكاديمي الكبير ده، البشر بيشيروا مع بعض مواردهم من زمان جدا. خلونا ناخد وسائل المواصلات كمثال. الناس بيشاركوا مع بعض وسائل مواصلاتهم من ايام الخيل في القافلة التجارية لغاية الميكروباصات دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي ان الشيرنج ايكونومي بقى بياخد اشكال الاونلاين سولوشنز، السمارت سولوشنز. فبقينا بنلاقي ان لما تدور على ابلكيشنز للشيرنج ايكونومي هتلاقي ابلكيشنز على الاونلاين ستورز. في الاخر الشيرنج ايكونومي هو نموذج هدفه يسد احتياجات الناس. فلما ندور على الاحتياجات كده هنلاقي ان في احتياجات اساسيه زي مثلا المواصلات، الاكل، دي ابلكيشنز بتسدها زي اوبر وموم. في احتياجات تانية زي التعليم، السكن، عن طريق ابلكيشنز زي
اير بي ام بي كورسيرا وبدات احتياجات الناس تتخصص اكتر فبقى في ابلكيشنز متخصصه اكتر بتساعدهم زي ابلكيشن شيزلونج اللي بيساعد الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه انهم يقابلوا معالجين نفسيين متخصصين. لو انتوا شايفين ان الشيرنج ايكونومي حاجه شويه غربيه وللناس الامريكان والاجانب والكلام ده عايز اقول لكم ان كل الابلكيشنز اللي انا كنت بذكرها دي موجوده في مصر ومعظمها شغال في ادارته وتاسيسه كمان مصريين زينا. كفايه كلام اكاديمي بقى صح كلام تقيل اكاديمي. خليني احكي لكم حكايه. سنه 1999 نيويورك امريكا شركه برمجيات موجوده في امريكا عندها مشكله ماليه كبيره. في نفس الوقت في مبرمجين صغيرين بيحاولوا يبداوا الستارت ابس بتاعتهم عددهم كان بيزيد وقتها. الشباب دول عشان يشتغلوا الشغل بتاعهم كان عندهم حل من الاثنين يا اما يقعدوا في كافيهات يا اما يشتغلوا في جراج واحد صاحبهم. اعتقد ناس كتير هنا عارفين قصه ستيف جوبز وهو بيبدا الستارت اب بتاعته اللي بقت ابل بعد كده. عارفين ابل؟ عارفين اي حاجه؟ نرجع تاني للشركه. الشركه عندها ازمه ماليه كبيره وفي شباب بيشتغلوا. الشركه لقت حل ان هم ممكن يفتحوا المكاتب بتاعتهم بره ساعات العمل الرسميه كفيزيكال سبيس وكمكاتب وكواي فاي ويدوها للشباب اللي عايز يبدا الستارت ابس بتاعتهم دي. اللي حصل كان ايه؟ كان ان الشباب اللي استغلوا المكان كفيزيكال سبيس وكمكاتب وكواي فاي قدروا ينجحوا الستارت ابس بتاعتهم والشركه اللي كنت بقول لكم عليها قدرت تعدي المشكله الماليه بتاعتها. دي كانت اول محاوله لعمل كووركينج سبيس في العالم. بس رسميا اول كووركينج سبيس فتحت في العالم كانت سنه 2006 في سان فرانسيسكو في امريكا. الحقيقه ان هي قفلت بعد 9 شهور بس ما تخضوش يعني. الفكره اي نعم اول كووركينج سبيس رسميا قفلت بعد 9 شهور بس الفكره نورت في دماغ ناس كتير. دلوقتي وانا بكلمكم في اكتر من 1300 كووركينج سبيس موجودين في اكتر موجودين في 100 دوله في العالم بالظبط. بيقدموا خدماتهم ل 70,000 واحد كل شهر. عدد الستارت ابس اللي بتدعمها كل الكووركينج سبيسز دي اكبر حتى من انه يتم احصائه. نماذج الشيرنج ايكونومي كتيره بس انا شايف ان الكووركينج سبيسز هي انجح مثال للشيرنج ايكونومي في صعيدين الصعيد الاجتماعي والصعيد الاقتصادي. كميه الستارت ابس اللي بتتخلق من جوه الكووركينج سبيسز دي بتعمل ترابط بين المجتمعات بينها وبين بعض وبتعمل فلوس كمان. احكي لكم حكايه تانيه ماشي. 2010 مصر اسماعيليه بالتحديد وقتها كانت بتحصل حاجه جديده في اسماعيليه. عندنا كان في مجتمع الستودنت اكتيفيتيز والان جي اوز بدا يتشكل. وقتها كان عدد الشباب المهتم انه ينضم للفرق بتاعت العمل التطوعي والستودنت اكتيفيتيز كان اقل بكتير من دلوقتي. ده خلى مجتمعنا الصغير مترابط جدا. فلو كان حد مننا معاه كونتاكت لسبونسر مثلا كان كلنا معانا الكونتاكت ده. لو حد فينا معاه اداه معينه سلم مفك اي حاجه كنا كلنا بنحس ان احنا معانا الحاجات دي. كل واحد فينا معاه كل حاجه بتاعتنا. الشيرنج ده اتزرع جوانا ككونسبت قبل حتى ما نعرف يعني ايه شيرنج ايكونومي بقى وكل الكلام الاكاديمي ده. الشيرنج ما كانش بس في الادوات، ما كانش بس في الحاجات اللي معانا، كان كمان في المجهودات. لو حد هنا من الاسماعيليه وعارف المشاريع الكبيره اللي اتعملت في الاسماعيليه وقتها هتلاقي ان معظم المشاريع اللي عملتها جمعيات خيريه اشتغل عليها كل الفرق كل الاعضاء بتاع المجتمع ده بغض النظر عن الفرق واللوجوز والقصص الكتير دي. بمرور الوقت المجتمع الصغير اللي انا كنت بقول لكم عليه ده كان بدا يكبر. وقتها احتياجاتنا كمان بدات تتغير. كان من اهم الاحتياجات بتاعتنا مكان يقدر يستقبلنا ويقدم لنا الخدمه اللي احنا بندور عليها. اللي هي كانت ايه؟ اللي هي مكان يستقبلنا ويربط المجتمع الصغير ده ببعضه، يبدا يكونكت كل الناس دي مع بعض. الحقيقه ان احنا عمرنا ما لقينا المكان ده خالص. كنا بنقعد في كافيهات، سنتر كورسات، انديه، اماكن كنا بنحس جواها بالغربه، كنا بنحس ان هي مش معموله عشان تستقبلنا في الاساس. وقتها بدانا نفكر هو ليه اسماعيليه ما بقاش فيها كووركينج سبيس؟ انا كنت واحد من الناس اللي فكروا في الموضوع ده حقيقه يعني. في مايو 2015 بدات مكعب بدعم كبير من المجتمع. الحقيقه ان انا لو اتكلمت على الدعم بتاع مجتمعنا الصغير لمكعب كفكره ممكن اقعد 2 3 10 اكيد اكتر بكتير من الوقت اللي مسموح لي ان انا اتكلم فيه دلوقتي. بس خليني اقول لكم على حاجه. مكعب فتح يوم 5 مايو 2015 زي ما انتم شايفين كده. هكلمكم على 4 مايو.
يومها كل واحد فينا من الكوفاوندرز بتوع مكعب كتب على فيسبوك بتاعه ان احنا عندنا بكره اوبننج وعايزين اصحابنا يساعدونا. يومها انا دخلت مكعب يمكن على الساعه 4 5، لقيت جوه المكان 50 واحد. يمكن اللي جه مكعب القديم يبقى فاهم يعني ايه 50 واحد في المكان كمان قبل ما يتحضر. الدعم اللي انا شفته كان غريب الحقيقه، شفت كان غريب وقتها، دلوقتي فهمت يعني. وقتها كان في كل خمسه قاعدين على جنب كده بيعملوا حاجه، في واحد صاحبنا كان جايب لنا شغل الهاند ميد بتاعه كله، الخزف والازاز والحاجات دي جابها لنا هديه. واحد صاحبنا بقى دكتور جامعه دلوقتي، كان عبقري من زمان يعني، كان عايز يجيب لنا هديه مش عارف يجيب لنا ايه، فجاب لنا ترمومتر. بس كان جميل يعني، كان حلو. شله بنات جايين وقاعدين بيرسموا على الحيطان، خمسه كمان قاعدين مش عاجبهم مدخل العماره فقرروا يجيبوا بوص كده ويلزقوه ويدهنوه. واحد صاحبنا تاني ما كانش لاقي ان هو عارف يعمل اي حاجه من الحاجات دي، فقرر يعزم كل اللي قاعدين على غدا. حاجات كتير. سبل الدعم اكبر بكتير من ان انا اتكلم عليها. انا فاكر ان انا دخلت يومها البلكونه من كتر الزحمه وقلت بقى اطلع اقف بقى لوحدي بكره الاوبننج وبتاع، لقيت واحد اخد باب من مبان مكعب وحطه في البلكونه وقعد هو على الهوا وقعد بيدهن. ف ممكن اتكلم كتير قوي على سبل الدعم اللي انا شفتها من مكعب، من مجتمع اسماعيليه كافراد وكمؤسسات، بس خليني اقول لكم مثال حي يعني. لما تبدا مشروع صغير بتاعك غالبا هتقابل واحد تخين وقرع زي كده، هيقول لك في اول سنه حاول بس تبريك ايفن، حاول تغطي تكاليفك ما تكبرش، حاول بس تفضل عايش. وانت تقتنع هتقول اه الراجل عنده وجهه نظري، لان هيقوم طلع لك احصائيه كده بتقول لك ان 90% من الستارت ابس بتقفل في اول سنه. مكعب ما حصلش فيه كده. مكعب بعد 9 شهور بالظبط في مارس 2017 نقل لمكان اكبر بكتير، لمكان في وسط البلد اكتر، لمكان فيه تجهيزات وامكانيات كنا بنتمنى نقدمها لمجتمع الاسماعيليه. يمكن واحنا بنبدا مكعب ما كناش مقتنعين قوي ان احنا ممكن ننجح او ان الفكره اللي في دماغنا ممكن توصل للناس بسهوله، بس حقيقي احنا شفنا في مجتمع الاسماعيليه دعم كبير للفكرة وللأفراد. وده يعني ده دل على شيء يدل على ان مجتمع اسماعيليه زيه زي اي مجتمع في العالم، عنده المؤهلات للنجاح وعنده الناس اللي ممكن تدعم الناس اللي ممكن تنجح. دي حاجة انا عايز اقولها لكل حد قاعد هنا يعني. في الاخر الشيرنج ايكونومي نموذج اقتصادي هدفه الانسان بشكل واضح، يعني هدفه ان يخلي حياة الانسان تكون احسن. الصورة اللي قدامكم دي انا شفتها على فيسبوك بقالي بتاع 3 4 ايام، اتس جون فايرال يعني لو حد متابع على فيسبوك. الصورة زي ما انتم شايفين، تطلع تعيش، تدخل المدرسة، تتعلم، تشتغل، تتجوز، تموت. ده المسار اللي اتقالك تمشي عليه، ده المسار اللي اتقالك ان دي الطريقة الوحيدة اللي انت ممكن تعيش بيها. الحقيقة ان المسار ده بيتكسر كل يوم، كل يوم في حد بيخرج بره المسار ده. كم واحد صاحبك تعرفه قرر انه يسيب الشغل المالتي ناشونال بتاعه ويبدا الستارت اب بتاعته؟ كم واحد تعرفه قرر يخرج ابنه بره نظام التعليم التقليدي ويعلم ابنه الحاجه اللي هو فعلا بيحبها؟ حتى كم واحد قرر يغير من نظام اكله ويزرع لنفسه الحاجات اللي هو عايز ياكلها؟ بتهيألي في حد معانا بيعمل الكلام ده. الاحسن ان احنا عندنا انترنت، فبقى كل واحد من الناس اللي بتخرج بره المسار ده بيشارك قصته، بيقول على السوشيال ميديا ان انا خرجت بره القطيع ده ولسه عايش ويمكن تكون حياتي اتحسنت كمان. قناعه البشر بالتشاركيه بقت اكبر بكتير من اي وقت تاني. تعالوا نفكر ماشي، احنا 7 مليار واحد على الكوكب ده، انا وشويه ناس زيي شايفين انها تفاهه او يمكن حتى غباء انك تكون بتمتلك كل الموارد اللي هتخلي حياتك احسن. لازم تعتمد على اخواتك اللي في نفس المدينة، في نفس البلد، يمكن على نفس الكوكب. لازم يبقى كلنا كبشر عندنا حد ادنى من الاتفاق عشان نعيش حياتنا بشكل احسن. احتمال تكونوا شفتوا ان التوك بتاعي شوية اكاديمي واني بتكلم في مصطلح اقتصادي معقد، بس انا فعلا شايف ان الشيرنج ايكونومي هو اكتر من كونه نموذج اكاديمي بيتكتب في كتب وبيدرس في مصطلحات ويتحط في نظريات وخلاص. الشيرنج ايكونومي هو فعلا اسلوب حياه هيخلي حياتنا كلنا تتغير للاحسن كبشر وكمجتمعات. شكرا.